في إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، تواصل وزارة الصحة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها للحد من انتشار الفيروس، حيث بدأت في شهر رمضان المبارك بالزيارات التفتيشية على المطاعم والمقاهي من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية. وفي هذا الصدد أكد السيد مجتبى عبد المحسن أخصائي صحة الأغذية بوزارة الصحة في مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد حرص الوزارة على التأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتصدي لفيروس كورونا. أهم ما يميز برنامج العمل في شهر الفضيل أنه يترافق طبعا مع حملات واسعة ومنظمة يقوم فيها المفتشون بزيارات مكثفة ومفاجئة إلى المحلات، وذلك طبعا بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية وأيضا إحكام عملية الرقابة عليها. فمثلا يعني لو قسمنا اليوم إلى ثلاث فترات صباحية ومسائية وليلية، فراح نلاحظ أنه في الفترة الصباحية يتم التركيز عادة على المستودعات والمخازن وأيضا البرادات ومحلات الهايبر ماركت، إلى جانب طبعا المخابز ومعامل الأغذية أو المصانع. بينما في الفترة المسائية العصر يعني تقريبا في مثل هذا الوقت، الزيارات تشمل المطاعم والمطابخ الشعبية خاصة التي يعني تقوم بإعداد وجبة الأفطار، إلى جانب طبعا محلات إعداد الحلويات والمقليات والمخابز الشعبية ومحلات بيع اللحوم.